تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن مقاطعة الإداية لبير مهند رايس من وضع حد لنشاط جمعية إجرامية عن قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات من نوع القنبل الهندي، نقل وتخزين المخدرات بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. هذه العملية أسفرت عن توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم مع حجز 12 صفيحة من المخدرات من نوع القنبل الهندي وزنها حوالي 1 كيلوغرام و181 غرام، مسدس كهربائي، 3 خراطيش، سلاحين محظورين، زائد مبلغ مالي مقدر ب 140,640 دينار جزائر، 5 هواتف نقالة، الإضافة إلى 3 مفاتيح سيارة.